معي تليفون. ليش؟ أنا بحبك يا ماما، أنا بحبك. شو اللي صار يا ماما؟ شو اللي صار؟ ليش تخليتي عني؟ ليش؟ وأنا ما رح أتخلى عنك صدقيني، بس هناك بابا بيقدر يشتري لك هدايا وألعاب، والأهم من هيك إنه بيقدر يصرف عليكي حتى تصيري دكتورة. وعديني إنك تصيري دكتورة. أوعدك يا ماما، بس يعني رح أبطل أشوفك ولا أشوف أختي حنان. لا يا حبيبتي لا، رح تشوفينا وأنا رح أشوفك، بس بدي منك كمان شغلة، ما تزعلي مني مهما كان السبب. حاضر. مهما كان السبب. مهما كان السبب يا حبيبي.